مشاركة. والختام من مصر، وتعرض لاجئات أفريقيات إلى حوادث الاغتصاب. لثلاثة أشهر متواصلة تعرضت لاجئة من جنوب السودان لاغتصاب في شقة سكنية بالقاهرة حتى سنحت لها الفرصة بالهروب. هذه اللاجئة ابنة 17 عاما والتي رفضت الكشف عن هويتها هي واحدة من عدد متزايد من الأفريقيات المهاجرات المقيمات في العاصمة المصرية اللواتي يبلغن عن تعرضهن لاعتداءات جنسية. أنا لما جيت هنا كان الولد بيجي في البيت بيحددني، وخالتي كان في الشغل كل يوم بيحدد فيني، كمان أنت معي حط لأخواني في البلكونة وبديهم بالسكين. مع ندرة فرص العمل والإجراءات التقشفية التي أدت منذ العام الماضي لزيادة معدلات التضخم، أضحت كثيرات من اللاجئات لا يستطعن دفع إيجار مساكنهن، فطردن ليتشردن أو اضطررن لمشاركة غرباء في السكن، الأمر الذي جعلهن أكثر عرضة لاعتداءات جنسية. نحن كلنا نشاهد المنظر، فيعني كان منظر بشع جدا، وكنت أنا أصلا وكنت حارج بي ولمسني. في استطلاع رأي دولي سنة 2017 احتلت القاهرة المرتبة الأولى كأخطر المدن الكبرى على النساء في العالم، وحسب أقوال ناشطات محليات فإن كلما كان لون البشرة أغمق كلما كانت النساء أكثر عرضة للعنف.